والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصف الله عز وجل المؤمنين المتقين بأنهم هم الذين يسارعون في الخيرات ويتسابقون إلى فعلها. يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يأمر الله عباده المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى لأنهم هم الذين يمتثلون أمره، فلذلك أمرهم بهذا الأمر الكريم. الله جل وعلا وعد المؤمنين بأن يغفر لهم ودعاهم إلى ذلك تكرما منه وفضلا وإحسانا إليهم، وجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة واسعة كما أن فضل الله واسع. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني ينفقون المال في حالة السراء والسعة، وفي حالة الضراء في حالة الضيق. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وفي هذا ترغيب وتشويق، لأن الفرص تفوت وإذا فاتت لا تعود في هذه الدنيا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ الذين إذا غضبوا لم ينفذوا العقوبة في خصمهم، فإنهم يتراجعون إلى الحلم وإلى العفو والمغفرة. هذه صفة المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. لا ينفذون ما قالوه وقت الغضب. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا فيه الترغيب في العفو مع القدرة، وأما العفو مع عدم القدرة فلا مزية فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والله يحب المحسنين، المحسنين المتقنين. الإحسان هو الإتقان، الذين يتقنون الأمور التي يفعلونها ولا يقصرون فيها. وفيه وصف الله جل وعلا بالمحبة، أنه يحب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فاستغفروا لذنوبهم خوفا أن يعاقبهم الله بما قالوا. ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، فالله جل وعلا واسع المغفرة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني يستمروا على ما فعلوا من المعاصي وهم يعلمون، لم ينسوها، هم يعلمون معصيتهم فيستغفرون الله إذا ذكروها، فالله غفور رحيم كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. فلنسارع جميعا للاتصاف بصفات أهل التقوى بالإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم، وإذا وقعنا في الذنب أن نسارع بالتوبة والاستغفار وألا نصر على الذنب. ثم بعد ذلك تأمل الجزاء من الله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.